بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأكارم على قناتي على اليوتيوب ومع الحصة العاشرة في حول الكسور. إذن في الحقيقة الحصة العاشرة سجلتها في القسم، ولكن حذفت الفيديو عن طريق الخطأ، يعني كان جزء من الفيديو حذفته عن طريق الخطأ، والجزء المهم جدا من الفيديو هو اللي راح لي. راني نعاود نسجل هنايا في البيت، لكن لا بأس، المهم واحد يساعد الآخرين وتوصل لكم الفكرة إن شاء الله. اليوم عندنا كتابة كسر على شكل مجموع عدد طبيعي وكسر أصغر من الوحدة. إذا اقترحنا هذه الكسور الموجودة على السبورة، دينا هذه الكسور كنا نتعامل معها وأضفت بعض الكسور الأخرى. إذا اليوم عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمان كسور راح نتعامل معها ونشوفها أين أو كيف يمكن أن نضعها على المستوى المدرج بدون خطأ. ما ننسى دائما أن الهدف تاعنا نلحقه إلى 0% خطأ، يعني نسبة الخطأ تكون عندنا 0%. كل الفيديوهات مع الحصة العاشرة اليوم، كل الفيديوهات الموجودة على قناتي راجعوها، خلونا عندنا يراجعوهم أو كيفاش نساعدوا عندنا في مراجعة الكسور أو كيف نعلموهم الكسور حتى الخطأ بنسبة 0%، إن شاء الله بإذن الله نوصلوا إلى هذه النسبة. إذا 1 على 2 باش نحطوا 1 على 2 نحطوا على المستوى المدرج. راح نتعلموا اليوم واحد الطريقة هي نسموها وهي درس عندهم في البرنامج السنة الرابعة والسنة الخامسة، كتابة كسر على شكل عدد طبيعي زائد كسر أصغر من الوحدة. راح نفككوا الكسر، كيفاش نديروا نفكوا الكسر إلى وحدات؟ إذا راح نكتبوا دائما الصيغة يساوي عندنا عدد طبيعي زائد عندنا كسر أصغر من الوحدة. في هذا الكسر هذا بالذات نتعلموا حاجة مهمة مهمة جدا، المقام لا يتغير، المقام لا يتغير، احنا في ذهننا نثبتوها المقام لا يتغير. إذا ما معنى ذلك؟ معنى أنه هنا راح نتحلو راح نوضعو 2، وهنا واش نوضعو؟ دوك نشوف. لو فكينا 1 على 2 فككوا البسط، راح نتعاملوا خاص المقام ما نتعاملوش مع المقام، المقام لا يتغير، راح نفككوا البسط، البسط هذا فيه واحد فقط. هل وصل إلى الوحدة؟ لا، ما وصلش للوحدة، قسمنا الوحدة تاعنا إلى جزئين، إلى جزئين متساويين، ودينا جزء واحد فقط، يعني مازال ما وصلناش للوحدة، شحال عندنا من الوحدة؟ عندنا صفر. صفر شحال يبقى لنا؟ واحد. إذا هنا 1 على 2 يساوي صفر زائد 1 على 2 صفر، لأنه مازال ما وصلش للوحدة. ما معنى ذلك؟ معناه أنه العدد الطبيعي كما درسنا من قبل، كما عرفنا من قبل، العدد الطبيعي هذا هو عدد الوحدات. عدد الوحدات، يعني راح نشوفوا الكسر هذا، كل كسر من هذه الكسور الثمانية شحال فيها من الوحدة؟ وشحال فيها من الزيادة؟ لماذا؟ دوك نشوفوهم على المستقيم المدرج، علاش راح نبقى نقول سبب؟ باش نقدر نوضعو على المستقيم المدرج. إذا هنا ما عندناش حتى وحدة، صفر، 1 على 2. الآن راح نكمل كامل نحضر الكسور ديالنا. أكتب الكسور التالي حسب المثال. راح نكتبوا الكسر، حنا عطاولنا مثال، عطاولنا 126 على 12 يساوي 10 زائد 6 على 12. هذه منين جاتنا؟ راح نشوفوا هذا الكتابة هذه منين جاتنا. إذا ماشي حنا نبداو بالكسر هذاك، لأنه نلقاه أنه لو كان راح نشرح لهم بالنسبة للسنة الرابعة يجي شوية صعيب لأنه المقام 12. نروحوا للعشرة، نروحوا ل 61 على 10، نعاودو نكتبوا هذا العدد هذا 61 على 10 ويساوي ماذا يساوي؟ نثبتوا المعلومة لدى ولادنا أنه المقام ما يتغيرش، ما لازمش نغيروا المقام، المقام يبقى 10. واش راح نديروا من بعد؟ راح نديروا تفكيك تاع 61. هذا 61 راح نفككوها إلى مضاعف 10، لازم قانون. إذا هنا في هذا الدرس بالذات نتعلموا القانون الأول أنه المقام لا يتغير، الحاجة الأولى أنه المقام ما يتغيرش. الحاجة الثانية عندما نفكك العدد اللي هو البسط،
لازم نلقاو في هذاك التفكيك عدد يكون مضاعف لعشرة، وهذا سهل لأنه عشرة مضاعفة لعشرة كامل تخلص بالصفر. إذا ندو مباشرة 60 زائد 1، كما نلاحظ الآن واش راح نديرو. رايحين عفوا نشوفو بالسيالة مغيرة اللون، اللون مغير، نحو طريق هاد الطريقة هكذا نحكموها. بالطريقة هذه، واش الطريقة هذه؟ يعني هنا على أساس أنه راح نكتبو 60 على 10، ما نغيروش المقام، دايما يبقى 10 زائد 1. يعني هنا يسرى ذهنيا، هنا باش ما نديروش تفكيك لأنه في سنة رابعة مازال باش يكتب يفكك عدد إلى كسرين، نحو مباشرة ذهنيا، نعلمه غير ذهنيا فقط باش ما ندخلوش في توحيد المقامات وتفكيك كسر ومتجمع كسرين. سنة رابعة ما يدخلوش في هذه، لكن هذه تصرى ذهنيا بدون الكتابة، فقط باش نخدمو الدرس تاعنا فقط. أنه يساوي 60 على 10، قلنا في الدرس اللي فات أنه كل كسر بسطه مضاعف لمقامه يساوي عدد طبيعي، يساوي 6. واش يبقى لنا؟ 1 على 10. نجو لهنا الورقة ديالنا هنا ونكتبو 61 على 10 يساوي 6 زائد 1 على 10، كما نلاحظو هنا نفس الشيء بالنسبة ل 45 على 9. مباشرة هنا واش حنا نديرو؟ 45 على 9 في ذهننا نديرو 45 على 9، نخرجو منها المضاعف تاع 9، نلقاوه مباشرة أنه هو المضاعف تاع 9، لأنه 45 من مضاعفات 9. إذا واش يساوي؟ يساوي 5. شحال يبقى لنا؟ ما نساوش أنه ما نغيروش المقام، نخلو دايما 9 هنا، يبقى لنا والو، يبقى لنا 0. نحو العدد الموالي 25 على 6. 25 على 6 هذه رايحين نفككوها، رايحين نكتبو 25 على 6 يساوي، نفككوها، مضاعف تاع 6 نخرجوه من 25 هو 24. 24 شحال يبقى لنا؟ 1. وما نساوش بلي ما نغيروش المقام. جيب السيالة الحمراء تاعي اللي تصرا في ذهني هنا، نحكم 24 مع 6، والواحد أيضا على 6. 24 على 6 شحال تعطينا؟ تعطينا 4. شحال يبقى لي؟ يبقى لي 1 على 6. نجي لهنا نكتبو النتيجة، يساوي 4 زائد 1 على 6، ونلاحظو أيضا أنه المقام ما تغيرش، نفس المقام 31 على 4. دايما 31 على 4 يساوي، فككو دايما نخليو نفس المقام، ونحو نشوفو واشنو هو المضاعف تاع 4 الأقرب لوحدو 30 اللي هو 28. شحال يبقى لنا؟ يبقاولنا 3. في ذهني واش يصرى؟ مباشرة نخرج العدد الطبيعي اللي قرينا في الدروس الماضية، أنه كل كسر بسطه مضاعف لمقامه يساوي عدد طبيعي. مباشرة 28 على 4 يساوي 7 زائد 3 على 4 دون تغيير المقام. هنا نكتبو 7. في الحقيقة أعتذر لأنه أنا في الحقيقة بيد نشد في الهاتف، وفي اليد الثانية يعني نكتب شوية، جاتني شوية صعيبة، لكن لا بأس. 4 منغيروش المقام. مباشرة هنا 19 على 2 نخرجو في ذهننا، هنا في ذهننا نخرجو 18 على 2، 18 على 2 تعطينا 9، ومن بعد يبقى لنا 1 على 2 دون تغيير المقام. 249 على 20 هذه شوية عدد كبير لكن سهل. حنا واش راح نديرو؟ نتعاملو فقط مع العشرات. عندنا 24 عشرة، في 24 شحال عندنا من 2؟ شحال عندنا من 2؟ عندنا 12. شحال يبقاو لنا؟ عندنا 9 على 20، دائما أصغر من الوحدة. إذا نأتي سيدتي سادتي إلى نهاية هذا الفيديو،
نرجو أنكم استفدتم من هذا الدرس هذا، وإلى الملتقى إن شاء الله نكون عندنا وضع أعداد على مستقيم مدرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.